يونت 8 بيتكلم عن البوزيسيف ادجكتيف اللي هي صفات الملكيه. لو انا عايز اقول الحاجه بتاعتي انا هستخدم ماي. طيب الحاجه بتاعته هيز، الحاجه بتاعتها هير، الحاجه دي بتاعت حد غير عاقل ومفرد اتس، الحاجه بتاعتنا كلنا وانا داخله معاكم في الحاجه ديت يبقى اور، الحاجه دي بتاعت حد بلورال جمع سواء اولاد بنات غير عاقل هنستخدم ذير. طب بكلم حد في وشه او بكلم ناس في وشه وعايزه اقول الحاجه دي بتاعتكم انتم او ملككم انتم هستخدم ساعتها ايه؟ يور. طب عايزه اقول يا اولاد ده كتابي اقول ايه؟ كتابي اقول ايه؟ ماي بوك، ماي بوك. طيب عايزه اقول كتابه بتاعه هو هيز بوك، كتابها هير بوك. طيب لعبته حاجه غير عاقل مثلا اللعبه بتاعت القطه اتس توي. طيب فصلنا اور كلاس، عربيتهم ذير كار، شنطتك يور باج. طيب مثلا لا بيتكم انتم، بيتكم انتم يور هاوس، يور هاوس. يبقى يا اولاد ماي بوك معناه الكتاب بتاعي، هيز بوك الكتاب بتاعه، هير بوك الكتاب بتاعها، لعبته فصلنا عربيتهم شنطتك او ايه او بيتكم انتم، الناس بكلمهم ايه في وشهم. طيب لما يجي لك جملتين زي كده اقول هي ولا هيز از مثلا نايس، اقول هي ولا هيز كار از نايس. اول واحده تبقى ايه يا اولاد؟ هي از نايس، هو بيكون ايه؟ لطيف. طب هنا اقول ايه؟ هي ولا هيز كار؟ لو قلت هي هتبقى معناها ايه؟ هو عربيه بيكون لطيف. انا عايز اقول العربيه بتاعته بتكون ايه؟ لطيفه حلوه، تمام. يبقى ساعتها ايه؟ هيز كار از نايس. يبقى خلي بالك دايما بعد اللي هي صفات الملكيه دي بيجي ناون، بيجي اسم انا بمتلكه، بيجي اسم ايه؟ انا بمتلكه. تقول لي طبعا يا ميس طالما حاجه انا بمتلكها يبقى الاسم ده غير عاقل. اقول لك لا، ممكن ابقى حاجه بمتلكها وحاجه بتاعتي وتبقى عاقل او غير عاقل. يعني ممكن تبقى مثلا ماي بوك ده غير عاقل، وممكن تبقى ايه؟ ماي تشيلدرن، اطفالي، صح؟ مش دول ولادي انا، حاجه بتاعتي انا بس هم عاقل. طيب ممكن نقول مثلا ايه؟ هير بوك اللي هو كتابها، وممكن اقول ايه؟ هير سيستر، اختها. مش اختها دي عاقل بس حاجه بتاعتها. ممكن اقول مثلا ايه؟ ذير كار، وممكن اقول ذير فاذر، باباهم، ذير فاذر. يبقى الناون يا اولاد اللي بيجي بعد صفات الملكيه ممكن يبقى عاقل وممكن يبقى ايه؟ غير عاقل. وده بيدل على ايه؟ ان الحاجه دي بتاعتي، تمام. يعني الكتاب ده بتاعي او الاطفال دول ايه؟ اطفالي انا، يخصوني انا، بتوعي انا. لما اقول ابوك، اما اقول ابوك انا عرفت ده بتاع مين، لكن لما اقول ماي بوك يبقى ده ايه؟ كتابي، بتاعي. اما اقول هير بوك يبقى هو ايه؟ طيب اوقات برضو يا اولاد علشان استخدم الملكيه او علشان اعبر عن الملكيه بستخدم ابوستروفي اس، بستخدم ايه؟ ابوستروفي اس. واوقات استخدم ابوستروفي بس، واوقات استخدم ابوستروفي بس. طيب امتى استخدم ابوستروفي اس؟ قال لك مع الاسم المفرد، مع السنجلر ناون، مع السنجلر ناون بستخدم ابوستروفي اس. زي عمرز باج، عمر مش هو عمر؟ مفرد، اسمه مفرد، باخد ابوستروفي اس، عمرز باج. ماشي يا اولاد؟ عمرز باج، مش عمر ده مفرد، اخد ابوستروفي اس. طب دي معناها ايه؟ معناها ان الشنطه بتاعت عمر، ذا باج بيلونجز، ذا باج بيلونجز تو عمر، يعني الشنطه دي بتاعت مين؟ بتاعت عمر. طب لو عايزه اقول ذا بوي هقول مثلا ذا بويز توي، يعني اللعبه بتاعت الولد. حلو كده؟ قال لك لو جالك الريجولار بلورال، الريجولار بلورال يعني ايه؟ جمع اللي هو غير منتظم، اللي مش بيمشي بالقاعده، اللي لا بياخد لا اس ولا اي اس ولا اي اي اس ولا في اي اس، زي كلمه مثلا تشيلدرن، تمام؟ زي ايه كمان يا اولاد؟ تيث، فيت، شيب، فيش. قال لك كل ده برضو يا حمزه بياخد ابوستروفي اس، ابوستروفي اس. زي the children's، اي the children's toys، the children's toys دي معناها ايه؟ ان اللعب دي بتاعت مين؟ بتاعت الاطفال. the toys belong to the children، ان اللعب بتاعت الايه؟ الاطفال. قال لك بس خلي بالك بقى لو جالك regular plural، يعني ايه regular plural؟ يعني جمع منتظم، جمع ماشي بالقاعده، جمع بياخد ياريتاج اس واي اس واي اي اس وفي اي اس. ساعتها لما نيجي نعبر بالملكيه بنحط ابوستروفي بس، بنحط ايه؟ ابوستروفي بس. فاقول ذا بويز، مش هي بويز؟ حطي ابوستروفي بس، اوعى تقولها لي كده، اوعى تعملها لي كده، ذا بويزز،
لا غلط، اوعى تعمليها كده، دي كده غلط. هقول ذا بويز واحط لها ابوستروفي. ذا بويز بول دي معناها ايه؟ ذا بول بيلونجز تو ذا بويز، ان الكره دي بتاعت الايه؟ الاولاد. يبقى انت يا اولاد لقيت ابوستروفي اس، اعرف ان الاسم اللي قبليه مفرد. لقيتي ابوستروفي بس، اعرف ان الاسم اللي قبليه ايه؟ جمع. ماشي كده؟ لما يجي لي يا اولاد حاجه زي كده، ذا بويز بول، ذا بويز بول، هنا بيتكلم على وان بوي يعني ولد واحد، ولا مور ذان وان بوي ولا اكتر من ولد، علشان نعرفها، علشان نعرفها نعمل ايه؟ شايفين الابوستروفي دي يا اولاد؟ شايفين الابوستروفي؟ اعمل سيركل على الكلمه اللي قبل الابوستروفي. اما اعمل سيركل على قبل الابوستروفي طلعت ايه؟ كلمه ايه؟ بوي. يبقى هنا بيتكلم على وان بوي ولا مور ذان وان بوي؟ وان بوي. اكسلنت، وان بوي. طب تعالى نشوف الثانيه، ذا بويز بول، ذا بويز بول، هنا بيتكلم على وان بوي ولد واحد، ولا مور ذان وان بوي اكتر من ولد. هنعمل برضو سيركل، هنعمل سيركل على الكلمه اللي قبل الابوستروفي، هلاقيها كلمه ايه؟ بويز. يبقى هنا بيتكلم على ايه؟ مور ذان وان بوي، يبقى هنختار دي مور ذان وان بوي، اكتر من ولد. لما اقول هنا the girl is back، the girl is back، بتكلم على one girl ولا more than one girl؟ هيا صواف، one girl. بعمل سيركل يا اولاد على اللي قبل الابوستروف، لقيتها كلمه ايه؟ girl. يبقى هنا بيتكلم على one girl. طيب the girl is bags، the girl is bags، ها يا عبدو، اعمل سيركل يا اولاد على الكلمه اللي قبل الابوستروف، one girl ولا more than one girl؟ more than one girl. يبقى هنا بيقصد more than one girl. يبقى أنا لما أجي أحلها أعمل circle على الكلمة اللي قبل الأبوستروفي وأعرف هو يقصد شخص ولا أكتر من شخص. تمام؟